مقالي ومقاله، اقطعوا ألسنة الفتنة. خير؟ كل ده لا علاقة باللي أنا بقوله. مباراة في كرة السلة يا أستاذ إبراهيم، في نظام، أنت هتناقشها بالتفصيل بعد كده في فقرتها. أيوة، خلينا ألسنة الفتنة. هذه نموذج أنك تأخذ الحقيقة في اتجاه مخالف وعكسي تماما عشان تصل بها إلى نقطة تريدها باستمرار، أن هناك تحامل على ناد ما وتحيز لناد آخر، والحقيقة الأمر معكوس تماما. هنقول لك الحقيقة دي، الحقيقة رموها في السلة، هنرجع لها، لكن اقطعوا ألسنة الفتنة. أيوة، ما أنا هقول لك بقى الأسبوع اللي فات. أيوة، ما أنا اتفضل. الأخرى، أيوة. الأخرى زيارة ودية راقية رياضية تؤخذ من سياقها ويتعمل لها إشاعة علشان إثارة الفتنة، يحتضنها أنك توصل أن بعض النواب يحتضنوا هذا الأمر. في نائب سابق لو سمحت. لا، مش عارف هو موجود في البرلمان دلوقتي. سابق. هذا كلام لا يمكن قبوله، هذا تحريض مباشر. أولا تحريض ضد النادي الأهلي، وتحريض الجماهير على بعضها، وتهديد بالتلويح. بما أن فاكرين اللي حصل في بورسعيد، فاكرين ما يحدث في الإسماعيلي، هتعملوا. تقصد شخص اسمه الحاجة البدرشيني؟ شوف، أنا ما بحبش، يعني طالما أنك ذكرت الاسم، إنما هو طبعا لأنه تحريض مباشر للأسف. لا، ده هو يعني أنا مستغرب كيف سمح له أن يقول مثل هذا الكلام. هو أنا أعرفه من أيام مجلس الشعب، التقيته أكثر من مرة في مناسبات تخص النادي الأهلي. لا، هو رجل كاره للأهلي تماما، كاره ويجاهر بهذا. يعني مش وكان لعيب في النادي الأولمبي ولعيب في الاتحاد السكندري على ما أعتقد، يعني على ما أتذكر. ولكنه لا، مش ممكن أن تتخيل الأمر يصل إلى هذا الحد. وهنا لابد أن يكون في وقفة، لأن إحنا كده بنعبث بالعقول. ده اللي أنا بقوله، أصبح العبث بالعقول تجارة رائجة، لأنها لقت صداها ولقت نجاحها وما زالت مستمرة. واهم من يتصور أنها ظاهرة وانتهت، ده بيتبناها تلاميذ نجباء. أهو أديك شفت ما يحدث. حتى أنا مندهش من بعض الزملاء الإعلاميين ولاعبي الكرة السابقين الإعلاميين برضو، اللي تجربتي معاهم مختلفة تماما عن اللي بيعملوه لي من دول، وكأنهم يعني خلاص اللي كسبوا لعبوا أو قرب للناس من خلال هذه المتاجرة في الحقيقة والكراهية. النادي الأهلي يتعرض لحملة ممنهجة يعني تحويل الحقيقة عن مسارها، وده اللي أنا بقوله، لأنه غزو ثقافي. أي النهاردة الحروب كلها عبارة عن غزو ثقافي، روح غير ثقافة هذا المجتمع وحط له اللي هو يعني كل ما يضر وكل ما يؤدي إلى تفتيته. ما يحدث في الرياضة يا جماعة، عايزين نتنبه، والله عايزين نتنبه لما يحدث. لأن والله أنا مستعجل على نخش في الفقرات دي يا أستاذ إبراهيم. اتفضل. شوف المهندس عدلي بيشير إلى الكلام اللي حدث على هامش أو حول زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للإسكندرية، لأنه اتقال فيها كلام كتير جدا. زيارة فيها منتهى الحرص على العلاقة الحميمة جدا اللي بتربط النادي الأهلي بنادي الاتحاد، علاقة تاريخية أعتقد المهندس عدلي كلمكم فيها كتير جدا. وعلاقة الأهلي بنادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر علاقة في منتهى الحميمية والود والاحترام المتبادل. العلاقة التربية أو الزيارة تلبية زي ما أنتم شايفين كل المودة والحب والترحاب والحفاوة اللي كانت في استقبال الكابتن محمود الخطيب. لكن يبدو هذه الأجواء الطيبة قوي والحميمية قوي ضايقت مثير الفتنة. لا مش ضايقت، خوفتهم. طلعت بقى الكلام الكتير، أصله الأهلي جاي يقاسم الاتحاد في الشعبية بتاعت اسكندرية، الحق الأهلي جاي يفتتح فرع في الاسكندرية، الحق معرفش ايه، والكلام كتير اللي انتوا شايفينه من تجار الفتنة وحمالة الحطب. دول حمالة الحطب بجد، دول اللي عايزين يولعوها. انا مش عارف المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام فينه من هؤلاء، فينه من هذه الممارسات
اللي رايحة بشكل مباشر لإثارة الجماهير. ده كلام خطر جدا إنه يطلع واحد زي ده يعاير جماهير الأهلي بحوادث سابقة ويبدأ يعدد مشاكل النادي الأهلي في غنى عنها. يا جماعة، الأهلي لم يتخذ أي إجراءات نحو امتلاك أرض في الإسكندرية على الإطلاق. ثانيا، النادي الأهلي وجد أن هناك من يزج باسمه ويستخدم اسم الأهلي لأهداف ترويجية وتسويقية في بعض المناطق في إسكندرية، وعلى الفور كان تحرك الشؤون القانونية في النادي لاتخاذ خطوات تحفظ حقوق النادي في حاجة هو لم يخدم عليها. لكن ثالثا ورابعا وعاشرا وأولا وأخيرا، الأهلي يحمل كل الود والتقدير للاتحاد ولكل جماهير الإسكندرية، وهي دي الحقيقة المؤكدة يا باشمهندس. وهو ده الخطر. انت بمجرد الزيارة دي ما عملت صدى طيب عند الجميع؟ ده الكابتن طلعت يوسف طلع قال لك، الكابتن الخطيب قال لي ما تستعجلش وكمل مع الاتحاد واللي انت عايزه السنة الجاية. ايوه، في ايه اكتر من كده؟ صحيح. كابتن علي ابو جريشة يطلع يقول ان الكابتن الخطيب فاتح دراعاته وبيقول اللي انتوا عايزينه وعينينا الاثنين. حتى اللجنه الثلاثيه في الزمالك يطلع رئيس اللجنه يقول لك الكابتن الخطيب قال لي ما احنا مش هنستغل الظرف بتاع النادي الزمالك، ويسال سؤال مباشر، هو ده ساعدكم في تجديد وسهل مأموريه تجديد كل اللعيبه؟ قال لهم اه. نعم. الله، هذا الامر اساء البعض اللي الناس متصوره انهم بعدوا عن المشهد. هم ما بعدوش. أيوة. هم ما زالوا بثقافتهم موجودين بادواتهم الاعلاميه بابواقهم الاعلاميه، ما زالوا موجودين. بالعكس بقى، ابتدوا يضغطوا على الناس اللي عايزه تقبل العقلانيه ومد جسور الحب انها مضطره انها تمشي في هذا الاطار. وهقول لك ازاي ما حدث في السله تحديدا. الموضوع يضحك. كرة السلة موضوع بجد نموذج لقلب الحقائق، وقبليها كرة اليد. وهقول لك بما انكم تفتحوا المواضيع بقى، نتكلم برضو ايه اللي حصل في كرة اليد. لان لما تبقى قيادات دورها الحفاظ على النظام، دورها ومسؤوليتها الحفاظ على النظام ومحاربة من يخرج عن النظام، هي من تخترق النظام وتتهم من يحاسبها بأنه بيصفي حساباته معاه. وبعض الناس تقتنع بهذا الكلام. هذا كلام شديد الخطورة، لأن في معناها اضرب بالنظام عرض الحق. كل شيء يجي في سياقه أستاذ إبراهيم، في سياقه. لكن زي ما بقول لكم، في التأكيد على هذه العلاقة مع الإسكندرية، الأهلي مع مجتمعه ومع دوره ومع رسالته في المجتمع لا يتأخر عن تلبية أي دعوات، ولا يتأخر عن دوره التنموي في كل مكان كدور مسؤول أو كرسالة مسؤولة أو كواجب مجتمعي وطني الأهلي بيأديه. لكن لما يتم الزج بالأهلي بالنسبة للإسكندرية بهدف الإيقاع بين الأهلي وجماهير الاتحاد أو النادي الأهلي ونادي الاتحاد، ولاقي بعض الناس اللي عندها مشاكل مع الحاج محمد مصلحي أو مع مجلس إدارة الاتحاد تستغل هذا الظرف للإيقاع والإساءة إلى هذه الزيارة وتفسيرتها، ده قيل فيها يا راجل. ده طلع حد من البرامج قال لك كابتن خطيب رايح لسموحة علشان يخلص صفقة حسام حسن. فطلع الحاج ما يقدروش يتخيلوا. فرج عامل المهندس فرج عامل قال لك ما حصلش، ما اتكلمناش. ما حدش متخيل انك ممكن تعمل بادرة رياضية إنسانية بدون أهداف. أولا، موضوع ان الاهلي يبقى له فروع في المحافظات ده مطروح من زمان جدا، ويراود البعض سواء من جوه المحافظه ويلقى صدى من التفكير عند بعض القيادات. ولكن على ارض الواقع النادي الاهلي حرصه الاول والاخير على سعاده المجتمعات دي، اذا كان سعادتها في تواجد الاهلي بيحاول يلبي لهم هذه السعاده، اذا كان سعادتهم في الابقاء على الوضع كما عليه لن يقاوم هذه الرغبه. انما ايه يقول لك جاي والشعبيه؟ مش شعبيه ايه؟ ده الاهلي شعبيته في الاسكندريه مفيش واحد اسكندراني تقريبا مش بيشجع الاسكندريه والاهلي، مفيش واحد اهلاوي تقريبا مش بيشجع الاهلي والاتحاد. تقريبا. صحيح. والتعاطف مع كل الانديه الشعبيه دي عقيده عند جمهور الاهلي، لانه يعلم ان سعاده الشعب ده في سعاده مجموع مشجعي الانديه الشعبيه. والاهلي دائما يلجا الى الاسلوب المباشر، وانما هو خلي بالك ما تفصلش اللي حصل في السله عن المشهد بتاع الزياره دي.
كل كرسي طبعا خيط واحد، كل كرسي في الكلوب مش هيسمح لك تاخد لقطه تعبر عن كيانك الحقيقي وترحيب الناس بيه. عشان كده هنكشف كتير من اللي حصل ده النهارده. لكن خلينا افتكر ان الحلقه اللي فاتت الحقيقه وانا بقرا التويت اللي كاتباها بنتنا الجميله العزيزه هنا جوده، بطله واعده جدا في تنس الطاوله، كتبت تويت برغبتها في المشاركه في دورة طوكيو. المهندس عدلي، ودي الحقيقه اللي استوقفتني في التعبير عن ان دي افكار مدرسه مش افكار افراد، ده نتاج فكر مدرسي بجد، فكر ينم عن ثقافه كيان وثوابت كيان. مهندس عدلي وانس ما ارى التويت او سمعها انزعج، والانزعاج ادى الى نتائج. ايه ليه انزعجت؟ ما انا بقول لك مساله انك انت تتاجر بمصالحك ويعني ما في شك ان البنت سنها يعني مديلها تعاطف جامد جدا في المجتمع وعلى السوشيال ميديا وكل كلمه بتكتبها، لكن انها تنقل مشكلتها اللي هي محتاجه دراسه مش حق ضائع، حتى لو حق ضائع لازم تلجا له من خلال النادي الاهلي الذي يستطيع ان ياتي اليها بالحقوق. فتكتشف ان في الاخر المشكله انك انت بتصدر بنتين لبعض، ابناء بنات نادي واحد، في مشكله لا ينبغي ان تكون قائمه لان بيحكمها نظام. هقول لكم ايه النظام ده، عشان انا اتضايقت ان دي تبقى اسلوب اللجوء الى حل المشاكل السوشيال ميديا. لا ده مش اسلوبنا. ايوه، وانا عايز اعلم بنتنا من صغرها. لا خلي بالك، على فكره هي كمان هنا كتبت تويته بعد ما انبسط. ايوه، ومامتها كتبت اعتذار وانا انبسط. ايوه، لان هو ده المفروض. ايوه، دي الثقافه اللي احنا عايزينها. لكن لو حصل مكابره كنا هبقى عندك نموذج. ده اعتذارها اللي كتبته النهارده. اخشى ان هيتحول النجم الى عبء على ناديه، هي دي المشكله، او يكبر على ناديه، وده بيحدث في اماكن اخرى. الوسط الرياضي بيدفع ثمنها النهارده. بيدفع ثمنها طبعا، وده كان الوقفه اللي هدفها الحفاظ على هذه الموهبه الكبيره، الموهبه صغيره في السن لكن كبيره قوي في القيمه الفنيه والرياضيه، كبيره في الامال المعقوده عليها. بالظبط، لكن عشان نحفظ لكل لاعبينا ولاعباتنا حقهم في الحلم لطوكيو، مين اللي تاهل؟ النظام ماشي، هقول لحضراتكم يعني بسبب خلاف مريم وهنا او هنا ومريم، جايه منين المشكله؟ دورة الألعاب الأفريقية اتلعبت في المغرب 2019، دي الدورة المؤهلة للدورة الأولمبية، يعني في تنس الطاولة الألعاب الأفريقية كدورة هي اللي بتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، وبتتلعب كل 4 سنين زي الأولمبياد. اتلعبت في 2019 لكن تأهل منتخب مصر. كان مين في منتخب مصر اللي تأهل؟ كانت دينا مشرف ويسرى أشرف حلمي وفرح عبد العزيز. دينا مشرف لاعبة النادي الاهلي ومحترفة في المانيا دلوقتي. يسرى اشرف حلمي بنت الكابتن اشرف حلمي، واحد من نجوم نادي الزمالك الكبار في تنس الطاولة، ومامتها نهال مشرف بطلة مصر وافريقيا في تنس الطاولة ولاعبة النادي الاهلي، يعني بنت الكابتن اشرف حلمي لاعبة النادي الاهلي، وكانت التالتة معاهم فرح عبد العزيز لاعبة نادي الزمالك. التلاتة دول الاساسيين كانوا في الالعاب الافريقية في المغرب، وكان احتياطي معاهم مريم الهضيبي. هنا الفريق اللي تأهل الثلاثة من الثلاث بنات، والولاد كان عمر عصر واحمد صالح وخالد عصر. عمر عصر لاعب النادي الاهلي ومحترف، واحمد صالح لاعب الزمالك، وخالد عصر لاعب النادي الاهلي، وكان معاهم احتياط الرابع محمد البيالي. ده اللي تأهلوا لدورة الالعاب الافريقية. طيب هنا جه حظها او حقها منين؟ هنا عملت طفلة معجزة بجد، عملت السنة اللي فاتت والسنة دي إنجاز كبير جدا. تمثل في إيه؟ بطولة الجمهورية. تعمل اتحاد تنس الطاولة نظم بطولة الجمهورية مرتين يا باشمهندس. مرة طلعت هنا جودة الأولى ومريم الهضيبي الثانية. وفي بطولة طلعت مريم الهضيبي الأولى وهنا جودة الثانية. طبعًا إحنا بنتكلم على إنه دول الاتنين سبقوا يسرى أشرف حلمي وفرح عبد العزيز. لكن دينا مشرف محترفة بره في ألمانيا، فلا يسمح ليها أن تلعب في نادي هنا في مصر حسب احترافها في ألمانيا. كانت النتيجة أنه أنت عندك دلوقتي 2 في بطولة الجمهورية تصنيف أول. القاعدة
الاصغر سنا في حاله تساوي بترجح، فهنا جوده اصغر سنا من مريم الهضيبي، فبقت مريم الهضيبي برضه عندها 18 سنه مش كبيره يعني. اه فبقت المساله دلوقتي ده التصنيف المحلي، لكن مين اللي تاهلوا للالعاب الافريقيه؟ تاهلت دينا ويسرى وفرح عبد العزيز، وتاهل عمر وخالد عصر واحمد صالح. لغايه دلوقتي ما تمش حسم اختيار مين اللي هيمثل مصر في الالعاب الاولمبيه، لانه الدوره اتاجلت بسبب كورونا. لو كانت اتلعبت السنه اللي فاتت ما كانش فيه سبب للخلاف او للطموحات بين كل اللاعبات والولاد، لكن تاجيل البطوله بدا يحقق بعض الرغبات في ان الناس كلها نفسها تشارك، ودي طبعا رغبات محموده جدا. او عندها فرصه او عندها فرصه فرصه فنيه. الاتحاد هنا من حقه يعمل ايه؟ هنا لازم يبص على التصنيف الدولي بتاع ولادنا. لو بصينا على، لانه التصنيف هنا مهم جدا، التصنيف الدولي للولاد، قائمه الولاد مثلا، هلاقي عمر عصر افضل لاعبي مصر في التصنيف العالمي، ترتيبه العالمي عمر ل 42، دي قائمه التصنيف العالمي للولاد، عمر عصر في ال 42، احمد صالح لاعب نادي الزمالك في الترتيب ال 50، وخالد عصر في ال 124، محمد البيلي كبديل معاهم جاي في ترتيبه 196. يبقى هنا الاتحاد لو هيجي يختار هيحاول او من حقه او عليه انه يختار الاعلى تصنيفا، وهقول لكم ليه، والمهندس عادل هيقول لكم ليه الانحياز للاعلى تصنيفا يخدمنا في ايه. ده بالنسبه للولاد. بالنسبه للبنات، دينا مشرف عامله افضل ترتيب في الرانكينج العالمي ال 35، يسرى اشرف حلمي ال 101، فرح عبد العزيز ال 128 ال 158، مريم الهضيبي ال 348، هنا جوده 1042 او 1140. ليه هي هنا متاخره؟ لانه اولا لسه صغيره، ما شاركتش بالتراكم في البطولات الافريقيه والدوليه اللي سبقوها ليها زميلاتها الكبار التانيين، دول اكبر سنا، فده تصنيف متراكم. ان شاء الله تعالى هنا جوده عندها المستقبل باذن الله كبير ان تروح لابعد ما يمكن في التصنيف، لكن ده التصنيف الحالي. الاتحاد لما يجي يختار، لما يختار الاعلى تصنيفا ليه يا باشمهندس؟ مهم جدا التصنيف الدولي. التصنيف الدولي بيحطك انت كبلد كمستوى تنس طاوله في مستوى تصنيفي بين الدول بقى، مش الافراد. ايوه اللي فات ده كان تصنيف الافراد. ايوه بس تصنيف الافراد بيؤدي الى تصنيفك في القرعه. ايوه لو انت تصنيفك كل ما تعلى درجات التصنيف ايوه للاعبتك بيتعمل معادله كده بتدي لك تصنيف يحطك في مكانه افضل في القرعه. القرعه. طب لو انت اخترت رقم 4 او رقم 5 في التصنيف بدل رقم 2 نظرا لان مستواها الحالي وسنها او كده بيسمح بهذا، خلي بالك ان سواء مريم الهضيبي او هنا جوده الاثنين مش في الثلاثه الاساسيين. الاساسيين اللي كانوا في الالعاب الافريقيه. اللي كانوا في الالعاب الافريقيه والاعلى تصنيف، وده بسبب التصنيف. أيوة. ليه مش هم مش في الثلاثه؟ لان لو حطيتهم في الثلاثه التصنيف مصر هيتراجع. هم النهارده نتيجه الظرف اللي انت قلته. ايوه دينا بره مش عارف ايه، وتقدم مستواهم كناشئات وخصوصا هنا جوده يسمح، قد يسمح انهم يكسبوا بطولات الجمهوريه هنا، لكن التصنيف الدولي مش هيسمح لمصر انها تتحط في نفس التصنيف بتاع الثلاثه الاساسيين. ومن ثم دي حيره اتحاد تنس الطاوله. ايوه هو انا هعتمد على قاعده الاصغر سنه في حاله التساوي ولا هعتمد على قاعده التصنيف الدولي؟ مصلحه مصر في التصنيف الدولي، مصلحه المستقبل والالعاب الفرديه تختار الاصغر سنا. فدي المعضله اللي يعني بيتعرض لها الاتحاد الدولي، خاصه ان عشان انت تصلح التصنيف الدولي محتاج تشترك في بطولات والبنات، والبنات دول يحققوا نتائج طفره طفره ويخشوا في التصنيف المتقدم. بالظبط. وهم هل هن قادرات؟ هن قادرات. قادرات. مستواهم يسمح بهذا، لكن ما فيش بطولات هتتعمل تسمح لهم بالتقدم. طب تحلها ازاي؟ مصلحه البلد في القرعه ولا مصلحه الافراد والمستقبل في الافراد؟ هذا متروك
هو ده السؤال الكبير اللي في الحدوته دي كلها، كلهم ولادنا وكلهم يعني مريم الوضيبي وهنا جوده الاثنين بطلات النادي الاهلي، والاثنين باذن الله تعالى عندهم مستقبل كبير، بس التصنيف اللي انا بقوله لكم، دينا مشرف 35 عالميا، يسرى اشرف حلمي ال 101 عالميا، فرح عبد العزيز ال 158، مريم الوضيبي 348، وهنا جوده 1141. هنا عندها مستقبل كبير جدا باذن الله تعالى، املنا فيها كبير، وهي موهبه معجزه. شرحت ان هنا لم تشارك في بطولات السيدات العدد الكافي اللي يديلها بنار، اللي يديها هذا التراكم، مش نتيجه مستوى، لا اللي يديها هذا التراكم، السن ما سمحلهاش بالظبط. وضع المشاركه السنه الجايه ممكن تبص تلاقي ال1000 دي داخله لك في ال50 الاوائل ان شاء الله. فهي كده الحزب، عشان كده حبينا نوضحها لكم، وكان شيء كويس جدا الحقيقه من الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في الاهلي، مجرد ما اشتم المناوشه اللي على السوشيال ميديا بين هنا ومريم، لا ستوب، النادي الاهلي لازم يعودكم انه مش من حقكم ابدا تتكلموا على اوضاع تخص المنتخب عبر السوشيال ميديا. حرصا على مين؟ مش بس على نظام النادي الاهلي، ده عليه على مصلحتكم بالظبط. اذا ما شعر النجم انه فوق زملائه او اقوى من ناديه، يبتدي مرحله اولا الاضرار بالمكان، ثانيا زمايله ما تحبوش، ثالثا انت شخصيتك هتتكون الرياضيه هتتكون منين؟ من المواقف اللي زي كده، ان تشعر ان انت مهما تقدمت تتواضع، مهما عليت تتواضع، مهما العالم كله كان متعاطف معاك تتواضع. هنا الرياضه، وهو ده اللي خلاني اتكلم المره اللي فاتت، وهو ده اللي استشرف به المهندس عدلي هذا الحرص على طبيعه علاقه ابناء الاهلي الرياضيين بالنادي الاهلي وبالنظام الرياضي العام.